السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إليكم هذا الخبر العاجل. علق الإطار التنسيقي الذي يجمع القوى السياسية الشيعية اليوم الأحد على إصرار التيار الصدري على ترشيح جعفر الصدر لمنصب رئيس الوزراء خلال المرحلة المقبلة. وقال القيادي في الإطار النائب ثائر مخيف إن الإطار ما زال يحاول الحوار مع التيار الصدري لتشكيل الكتلة الأكبر، ومن ثم يكون جعفر الصدر مرشح الكتلة الأكبر وليس مرشح التيار الصدري لمنصب رئيس الوزراء. ولهذا الإطار التنسيقي لا يرفض شخص جعفر الصدر لمنصب رئيس الوزراء المقبل. وبين مخيف إن الخلاف الرئيسي مع الكتلة الصدرية يتعلق بالكتلة الأكبر الشيعية وليس المرشح لمنصب رئيس الوزراء، وعلى هذا الأساس نجري الحوارات مع التيار الصدري وجميع الكتل السياسية الأخرى، خصوصا أن استمرار الانسداد والجمود السياسي لأنه يؤثر على البلد على مختلف الأصعدة.